بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي دين الإسلام كقابتها؟ إن لا يريو سانك هدي وين يهي. ما هي دين الإسلام كقابتها؟ إن لوين يبشمها فروريها أمد ابنها. ما هي دين الإسلام كواي كقابتها؟ إن لك لتشيدو وتشجه أو حاجة تنبى أنت لقى شر الله كاودي وتشجه. ما هي دين الإسلام كواي كقابتها؟ إن لم يقو سنيها. ما هي دين الإسلام كقابتها؟ إن بدارتها. تيما مركا لغو بيرو محاي دين تسلام كوكا قبتا إلوين إيا لابتا يهورا دادا دو مركا محاي دين تسلام كوكا قبتا إلوين إيا باريدا محاي دين تسلام كوكا قبتا إن عالوشا لا يري إيا قروح أوغيد محاي سي دين تسلام كوكا قبتا إلكهانا إلا ميقو لا يري إيا أرمهاس إيكو وكلا أيان كغيشوا بيدونا برنامج كينان إيكو سودو وادا. الحمد لله إلهي باهر تمهد إسكالي سبحانه وتعالى بلو يردماد با مركا لغا ورمي يارين تا قرحين تا جدك آدمها إي عصر غان أنو نولنا هاي وحيا لها لأديك سدو وحا كميدة عمليات إي قلين قوفك اللغو سميو وحا كميدة الليزر يدو لأديك سنيو وحا كميدة يدو أو إراب إي إربادو جدك اللغو دوريو أو لغو مديو جدك ويجيكو أو كالي برور لغا سوقادي بودة دا أما باري دا قوفك لغو مدو ويجيكا سي لغا باب إيو عرعر كا إي جعتت كا قبوغو أو كانو. arintaas isqurxinta culimada islaamku markay ka warramayeen laba qaybood ayaa loo qaybiyay. qayb waxaa loo yaqaan in la suuliyo oo meesha laga baabiiyo ceeb qofku uu leeyahay ama abuurka jirkiisa ceeb ku soo korodhay ama qofkii oo galay marka shil baabuur ama shil si uu galay oo dhaawac u soo gaaray dabadeedna ceebta jirkiisa kamid ah la baabiinayo oo meesha laga suulinayo. qaybta labaadna waxa weeye وإن قفكو إساقو أو خلقاتي ألا أو أبوري إيو ناكسنيد كسوغان أو آن عيبي كو يمنين ربا إنو كسي قرحيو وإس قرح سيادة أه أو ديرادة أو سيشو لابد آقايبوت بالله قايبية قايبتو كواد هاد دي آينو كو هرينو إي آه عيبتا جيدك آدمها مركا كسو كردي أما داوع حكينو أما وحو قفكو كل شيء هانو قطو دين تو محيكا قبتا. حديث باكو سو أروري نبيغ عليه الصلاة والسلام لغوريي نين لدهو عرجفا وكمد أصحاب رسولك أيا سنكا لغو تراي دغالو كاقايب غلي تبادئنا سنكي وحو كسامايستي معدن تلدا في الضدا أما قلنكا تبادئنا وي أرتين سنكي برتاها أيا أري أو قيرمي مركو رسولك وي ما عليه الصلاة والسلام وارين تو شيغي أيا رسولك وحو بني إنو أديك سدو مد دهبا أما سن دهبا إنو قشطو ما دام الدهب كوانو يسبد دلينين او آنو ار ايا لباتك لكينينين انوغو اوغ ان دهبكو رقا او كحاران يهي رقا مسلمين تا انا يقشتان اما يسكو قرحيان با هل كامركا علومة اسلام كوحي كاقاتين هادي قوفك بني آدم كا اه اي كو تي مادو علاد يعيب ايو اما شل او غلي اما داوع سو غاري وحا او بنان انو چودكيسا او قرحيو سو كو قرحين كرا عملية دي اوبريشن اما قلين او غلو سو كو قرحين كرا ليزر مركا أديكسدو أما كوكو حينكرو إربضي إراب يوحي كلا مركا أبنان waxa kamida oo qofka oo ceebta isagu iska suulinaya oo marka waxa weey adeegsan kara tusaale ahaan sanka wuxuu dhashay sanka oo qalooca waxa uu dhashay labadii inso indhood oo kala jeeda oo mid kamida cawarantahay waxa kamida faraha oo uu ku wato far dheerada oo uu farta dheeradka iska jaro ama wuxuu ku dhashay qofkii isagoo farihiisa qayb kamid ahay ay isku yaalaan amaba jirka aadamaha meelaha daloola oo isku yaala waa qalliin loogu sameynayo waxyaalahaas dhar way banaayeen hadii amaliyad loogu sameynayo shil uu galay awgeed taasina sharciyan way banaanta iyadoo la daliishanayo xadiiskii hore ee aynu ka soo waramnay. ceebaha markaa maxaa kamid ah ceebta waxaa kamid ah bidaarta ayay culimadu isku qabteen oo la isku khilaafay bidaarto qofka uu yeesho talo maceeb jidhka aadamaha kusoo korodhaba waa badanaa qofka marka uu yar yahay dee timo uu leeyahay laakiin marka uu weynaado ama dee cillad xanuun oo kale ay ku timaado ayaa qofka timihii ay ka buubaan oo uu bidaar u yeeshaa haddaba haddii ay taasi timaado maceeb baa
وحل دليل شري حديث كي صدحين إن ملقو يمي نكي بدارت لها نكي برس كقبي يا نكي عندها لا ملقو يمي نكي بدارت لها وحوري أنو بدار بله هو اللي جو عبيه ما دام اللي جو عبيه وحن ودي سنة يا ما أنو وش على هاي أنت ما هيجي ليس عليا تمقروح بدن تبدأ نملك واقع مسحي وإلهي تمهي نكي وسوع عليه ولي بن حول الله قدرين هل كحديث كاس صحيح أو حيك قاتن علماء إسلامكو إن بدارتو أي تهي عيب شرك آدمها كسو كردا علماء بدنا يا سيدا قبا ما دام أهدبا أي عيب تهي بدارتي أو علت يدب كسو كردا شرك آدمها أي تهي وحا أبنان رقية دمربا إن أي عيب تها كسو كردا شرك دا إن أي مركا قابكي أي تيموغو سوصاري لهايين فلوغي دا يقبتان هدي أي تهي داوين لإستعماليو يا هدي أي تهي أوبريشن إيا قلين لغو سميني مدحا أو تيمي لغو بيري إنتا تيمها لغا سوصارو إن مدحاقا تيمة كله لغو بيري تيمها مركا هدبا لغو بيري وين نقدان أو شردقا سالة سعودة تيمة وقف كلي يهي تسالة هان قف با بدار هالكا برتنكا تيمة دي حيسا كوله وين تيمها لغا سوصارا قيب تيسا دنبا دي تنها هالكا لغو بيرا شردقا سالة سعودة لكن هدي تيمة قميل كلا لغا كانو وحي سوق ليسا حديث كلا أي إسخلافيا يعني وها حديث كي لعن الله الواصلة والمستوصلة إلهي لعنت كوركي ده هايلو ناكتا تيمها كوح الحديسة دو مركا كلا إيا تلوح الحدي يلا بضبا نبيغو أولا عنادي صلوات الله السلام عليه حتى بها دي تيمها بلوكيتيك الله يقانو اي ديرات كاها جوتك الوحرو اي لعنات كايمان ايسو او اي حاران دين تيسلام كاكو تهي سيدا سوكالي بيدار ان لغو استرو تيمك آنو قفكي كلا قفك اللهين وحي نقونا سيدونا شاي آن بنانين مركا قفكي عمليات جليه بدارتا او اركا اناي تهي عيب جلكي سكو سو كورداي سيدا اي علماء بداني اي قبان وحا مركا او بنانا نيسا انو عمليات دا او غلا اما قابكي كلا او بدارتا او غلا دقالامي كرا او غلا دقالامو لكن يسوغو ادكسان اي تمها جلكي سم ويا تاسوا قيبتي كواد قيبتا لباد كو سابسان قوفكان وحا اي كتهي او جيداديسو انو اسقرحيو جلكي سو عافماد قبا وسيدي الله او كو ابوري عيب وين او لو عيبينينا ملها لكن وحو ربا انو سي قروح بطو وحاو ربا ان سونية هتمه سا اوميقو سي تما يرير او سونية يرير او لوبان او او يشو عاتا وحاو ربا بشمهن انو سو وينيو ما دامح بشمه سا اما دبنهن هي فروريه سني او اسوغو اركو قف كاسي نين اما قبر كدانا بها نغده ان يرير يهين مركا انو صوب بلاريو براريو وينيو ayo raba waxa uu arkaa calooshiisu inay weynatay marka aan jiimkiina uu gali kar waayo ama ay ku adkaatay in uu jimicsiga tago sida awgeed inuu calooshi yareeyo oo uu six pack iyo lix pack oo kala sareeya oo caloosha ku sameysto oo ah gacan ku sameys oo amaliyad iyo qaliin oo sida uu ku galo wuxuu raba in wajigi oo codcoday gabow awgeed ama cilad kale oo ku timid darteed in uu kala jiido oo wajiga marka codcodka iyo jacadka ku yimi oo meesha ka bixiyay dabada amaliyad oo sida uu ku galo oo halka dhagaha hoostooda laga jaro dhagti laga jaro hilibkii ama laser ba la isticmaalo oo meelahi jacadka ahaa يعني سبحان الله إلا ترتيرو أما با سيدا إمنك صباح داي برور لغو شوبو جيركي ما دام مركو قفك وينادو سيدا إلا خاترتو نوشيغن برور تو أي ماشاك بابا أيسو دابدنا برور لغو شوبيو ديتنا وچي ونقوني وچي بوران أو مركا قروح له أو تعتدكي يعور عوركي وماشاك بحاي واي وحاكالو ربا إنو سنكا أو أدوين سيدو سوغو أركي ويريو سبحان الله وحاكالو ربا إن ناسكي قبدا أي ربطو إني وينيسو arrimaha haa soo dhan hadii ay tahay qurux ama badiida ba siyaas oo kale oo ay rabaan in ay silicone iyo maadooyin noocaas ah lagu shubo oo lagu weynayo arinta noocaas ah waxa weeyaan taghyiru khalqillah khalqi alla abuuri inuu qofku bedelo ayad quraana ba ilaahay wuxuu ku sheegay wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah iblis wuxuu yiri waxaan amri doonaa oo dadka fari doonaa inay khalqada iyo abuurka alle ay bedelaan abuurka alle in la bedelo waa shay waa arin ka timi شيطانك
talabaad quruxda sideedaba ma aha wax la isku waafaqsan yahay in sanka dheer iyo sanka gaaban ka quruxda badan wax shariicadu diintu ay noo sheegtay oo Ilaahay xaqiisa ka yimi kaasa qurux badan iyo kaasa fool xun maynaan arkin quruxdu waxay ku xirantahay qofkaas siduu isagu isu arko bulshadu siday ku arkayso adoo isu arkay inaad qurux badan tahay ayay bulshadu si kale ku arki karta hadaba diintu kuma xidna bulshadu siday u aragto iyo waqtiga iyo marka duruufta timi sida aad dadkaasi ay ku arkaan iyo xaaladda timi ee quruxdu waa qofka oo waxa uu aaminsan yahay inuu qiro in Ilaahay si qurux badan u abuuray oo ku kalsoonaado naftiisa oo aanu haweysanin qof kale oo Ilaahay u abuuray ama qof intu amaliyad galay Ilaahay caasiyay qurux darteed way nabigu waxa kale u lacnaday gabdhaha marka naamisaad awal mutanamisaad gabdhaha miiqa suniyahooda oo jarjaram timaha suniyaha ka sareeya marka indhaha ayay miiqayaan oo ay jarjarayaan wili xilligi nabiga way jirtay marka ta u miiqaysay yaryaraynaysay jarjaraysa iyo ta loo miiqay labadaba nin ama gabadh ku darabaha ahde lacnada rasuulka ayaa ku dhacday nabigu waxa kale u lacnaday gabdhaha ilkaha marka dhuuba oo ilka yaryar marka samaysta si ay u khaldaan dadka oo ay isaga dhigaan inay yihiin gabdho yaryar oo da'doodu yar tahay waxa weeye oo kamid ah oo nabigu lacnaday al-mughayyirat kuwa bedelaya lil husni yaani qurux awgeed inay quruxdoodu sii siyaado oo sii korodho inay ku bedelaan lacnadii nabiga ku dhacaysa mughayyirati khalqallah ee bedelaya khalqiga alle waxa weeyaan habaarkii lacnadii nabiga ayaa ku dhacaysa marka taa waxay noo cadaatay hadii amaliyad loo galayo ujeeddaduna ay tahay subhanallah quruxdaada sii badi sii wanaaji waxa weeyaan waa arin aan banaaneyn oo xaaraana laakiin wixii ceeb ah ee cillad ay keento ama dhaawac uu keeno waa la geli karaa waana la isku qurxin karaa waxaan sii tilmaami doonaa haddii gabadhu ay rabto inay horaadadeedan ama naaskan uu aad u yaryahay ama ay dhibaato ku keenayso nuujinta ilmaheeda marka waxa weeye daruura keentay oo ilmahaas awgeed inuu caano ku filan uu helo ayay u weynaynaysaa ama camaliyadda ay u gelaysaa marka taa waxa keenaysa maxay daruura keenta oo way weynaysan kartaa sababtu maaha qurxin ujeeddadu maaha inay sisu qurxiso ee waxa weeye ilmaheeda naaskii ayaan ku filnayn marka taa ujeeddadu ay tahay in ilmaheeda caano ku filan ay siiso waa loo geli karaa sida ay culimadu inoo sheegeen laba calooshii ayaa weynaatay oo qofkii xaalad caafimaad oo khatara ayuu galay oo haddii aan calooshan la yareynin qofkii waxa ku dhacaya xaalad caafimaad oo khatar ah ayay noloshiisu gelaysaa taana way u bannaan tahay daruuro ayaa keentay ba la leeyahay waayo caafimaadkiisii ayaa qofka khatar gelaya waxaa ka mid ah qof bay jim ciyaaray oo waxa weeyaan miisaankii jidhkiisa ayuu iska dhimay aad buu markaa jimkii u ciyaaray deetina hilib badan iyo baruur badan baa ka degay marka wax ku soo haray hareerihiisan marka wax ku soo haray cududda oo kale haragii maaragtay baruurtii iyo miisaankii uu ka degay baa ku soo haray caloosha sidaas oo kale bawdiyaha sidaas oo kale fadhido sidaas oo kale wax ku soo haray harag marka dheeraad ah qofka noocaas ahna way u bannaantay sababtu waxa weeye amaliyadda uu sameynayo already isagu miisaankii wuu iska dhimay amaliyadan uu sameynayna waa arin ceeb ku ah jidhkiisa oo waxyaalo dheeraada oo marka wax way xilliga looga qiyaas qaadanayo inay tahay wax dheeraada ama wax ceeb ah ceebta in la suuliyana way bannaantay sida ay culimadu ay inoo sheegeen cala kul xaal isku soo wada duubo labada arrimood weeye shayga quruxda waxa loo yaqaano haddii ujeeddadu tahay quruxdaada kasii badi oo waxyaalo waaweyn halka ku samayso badhida iyo xagga dambena wax weyn ku samayso ilaaha illallah bushmaha soo weynayso si markaa isha bani aadamku ay si wanaagsan kugu aragto mughayyirati khalqillah qof khalqiga alle bedelaya ayuu qofkaasi noqonaya nacuudu billah laakiin wixii ay ceeb ah wixii lagu suulinaya ceeb ama dhaawac iyo shil ku yimaada shareecadu way bannaysay wixii daruuradu ay keento ee qofka caafimaadkiisa markaa ku xidhan shareecada diintu way bannaysay aad iyo aad baa umahadsantiin wallahu aclam salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu